الإمام محمد بن سعود توفي بعد ذلك، خلفه بعد ذلك ابنه عبد العزيز بن محمد بن سعود. عبد العزيز بن محمد بن سعود هذا الإمام جمع بين العلم الشرعي والحنكة السياسية، فكان إماما وعالما وله دروس وله طلاب، كيف لا وهو تلميذ للشيخ محمد بن الوهاب. بل تفسير سورة الفاتحة الموجود في الدرر السنية هو سؤال قام به وكتبه عبد العزيز بن محمد من الدرعية إلى الشيخ يوم كان في العينة. فالجواب الذي تجدونه في المجلد 13 من تفسير سورة الفاتحة إنما سببه كان عبد العزيز بن محمد. وبالمناسبة الإمام عبد العزيز بن محمد تزوج ابنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عبد العزيز بن محمد حكم ما يقارب 30 سنة، الدرعية حكم 30 سنة تقريبا، وكلها دعوة وعلم وعبادة وجهاد. يعني حتى إن بعض المستشرقين يقول لم أجد أحدا تشبه ترجمته، ترجمة عبد العزيز بن محمد، إلا الخلفاء الراشدين. يعني في 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 سيرته وفي طريقته تشبه سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. مع الأسف أننا لا نجد في كتب السير والتراجم إعطاء عبد العزيز محمد حقه من الترجمة والسيرة التي ترسخ عند أبناء هذه البلاد قيمة هذا الرجل ومكانته. مع الأسف، يعني مع الأسف قد لا تجد حتى في الدروس التعليمية الخاصة مثلا بالوزارة في مناهج التعليم لا تجد إلا صفحة أو صفحتين تقريبا في سيرة مثل هذا الرجل، ولم تعطى القدر الكافي الذي يليق بمكانة هذا الرجل. هذا الرجل يعني يعتبر من المجددين ومن الأئمة ومن العلماء ومن الحكام الذين يندر أن تجد عالما حاكما يجتمع فيه العلم والسياسة في وقت واحد، يندر إلا أن يشاء الله. هذا الرجل حصل في عهده حوادث ووقائع، يعني أذكر واحدة منها مثلا، فيه مجموعة في الرياض يقال لهم أو قبيلة يقال لهم العقيلات، تجار خرجوا إلى العراق في تجارة، فاعترضتهم قافلة قطاع طرق من الرافضة فقتلوهم وسلبوهم وأخذوا أموالهم. فبلغ الإمام عبد العزيز بن محمد هذا الخبر، خبر حقيقة يعني مؤلم جدا، فكتب إلى أظن إسماعيل باشا والي العراق في ذلك الوقت يطلب منه أن يحكم شرع الله في أولئك السراق واللصوص، ولكنه لم يأبه بخطابه لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل حتى قال إسماعيل باشا هذا، قال تريدني أن أقتل أهل العراق بشوية عقيلات، يعني يحتقرهم ويرى أنهم أناس لا يرتقون إلى أن يقتص لأجلهم. فعبد العزيز محمد جهز جيشا عظيما وأمر عليه ابنه سعود، سعود بن عبد العزيز. هذا سعود بن عبد العزيز يسمونه سعود أبو شوارب، سعود أبو شوارب، ليس لأن له شوارب لا، ولكنه لم يكن يسمح لأمراء القبائل ورؤساء العشائر أن يدخلوا عليه وشواربهم طويلة حتى يقصوها ويجزوها عند الباب، فكان لا يسمح لأحد يدخل عليه وشواربه طويلة. يقول أنتم قدوة، يجب أن تكونوا تأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمح لأحد حتى تجز شواربهم ثم يدخلون عليه، ومن ذلك سمي بسعود أبو شوارب. ومن أراد التوسع في ترجمته فليرجع إلى الأنترنت في يعني يجد أكثر من هذا. فأقول قاد الجيش سعود أبو شوارب رحمه الله واتجه به إلى العراق وبالتحديد إلى كربلاء، وقاتل من قتل من يعني سرقوا من هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق، واسترد الأموال ورجع. هنا بدأت الدولة العثمانية تتساءل ما هي الحركة التي قامت في الجزيرة ووصل خطرها إلى كربلاء وقتلت من قتلت. فأهل كربلاء جهزوا طالبا يطلب العلم وأرسلوه إلى الدرعية، وتعرفون أن دين الرافضة هو التقية، فأرسلوا طالبا يدرس على يد الإمام
عبد العزيز بن محمد في الدرعية يوم كان إماما، وبالفعل وصل وبدأ يتظاهر بطلب العلم يمكن سنة كاملة وهو يجيد التقية، حتى أمينوه وأصبح يصلي خلف الإمام عبد العزيز بن محمد. وفي ذات يوم من الأيام في صلاة العصر والإمام عبد العزيز بن محمد ساجد، قام هذا الرافضي الخبيث وأخذ الخنجر وطعنه وهو ساجد، فنسأل الله أن يتقبله شهيد. هذه سيرة هذا الرجل مع الأسف لا أسمع يعني لا 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 الشيء الذي ينبغي أن يناسب قدر هذا الرجل، بل والله لو سألت بعض أبنائنا من عبد العزيز بن محمد يعني ما يستطيع أن يجيبك، بينما لو سألته من العز بن عبد السلام لا أعطاك سيرته وترجمته، بينما العز بن عبد السلام معروف بأشعريته وقلب الدولة كلها التي كان فيها أشاعرة من الملك إلى أصغر واحد فيهم، بل كان يحرض ويؤلب على أهل السنة ويسبهم ويلمزهم ويصفهم بالمجسمة والحشوية ويؤلب بهم عند السلطان، وكان يحضر حلقات الرقص والتصوف كل هذا في بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 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 المجلد الرابع صفحة 157 وما بعدها ارجعوا له وانظروا ماذا قال عن العز بن عبد السلام، كان يكنيه بأبي محمد، يقول سلك مسلك الملاحدة في 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 أن الأنبياء لم يحققوا التوحيد أو كلام نحو هذا، وسلك مسلك الجهمية في تعطيل الصفات، وسلك مسلك أهل البدع والضلال، ثم يلبس على شبابنا ويقدم لهم العز بن عبد السلام على أنه إمام وأنه سلطان العلماء وأنه كذا وكذا، هذا من التلبيس. ثم تخفى سيرة عبد العزيز محمد إمام في التوحيد والسنة والجهاد والدعوة ويقتل في محرابه نصرة للتوحيد، هذه لا نسمع سيرته، بل الآن نجد مدارس اسمها مدارس العز بن عبد السلام، نسمع خطب عن العز بن عبد السلام، شوارع محاضرات، سبحان الله. ثم تأتي إلى هذا المنبر الذي يتكلم عن العز بن عبد السلام ويثني عليه، تقول ما هذا المنبر؟ قال هذا منبر أهل السنة. طيب سبحان الله، أنت تنصر أهل البدع وتثني عليهم وتسمي هذا منبر من منابر أهل السنة؟ فتأمل معي كيف تجهل الأمة في علمائها وقادتها الأبرار كعبد العزيز بن محمد رحمه الله، ويبرز في الجانب الآخر أقوام يعني ليسوا من أهل السنة بل أعداء لأهل السنة، وهذا الحقيقة يحتاج إلى مراجعة وإلى إلى 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 تثبت وإلى معرفة من يقف خلف هذا الطرح وماذا يراد به. المسألة أكبر وأخطر مما نتصور أو نتجاهل. فلماذا لا تعلم سيرة أمثال هؤلاء أئمة الدعوة الذين قدموا أرواحهم وكل غالي ونفيس من أجل نصرة هذا الدين؟